يا صباح الورد والفل والياسمين عليكم، اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد من يا حلو صبح. صباح الفل يا صباح بسمتي، الفل يا احمد. صباح الخير على كل السادة المشاهدين في كل مكان في مصر. النهارده عندنا اكتر من فقره في برنامجنا. الفقره الاولى هي فقره اخباريه هنستعرض فيها اخبار حاله المرور والطقس، اما الفقره الثانيه هيكون فيها ضيفنا الرسام محمد الدسوقي وبرضه الرسام اسامه سعيد، والفقره الثالثه هتكون مع الاستاذ حسام داغر المحامي، اما فقرتنا الاخيره فهتكون مع السوشيال ميديا واخر الفيديوهات اللي حققت اعلى نسب مشاهده. اما بالنسبه لحاله المرور النهارده فظهرت كثافات مروريه اعلى العباسيه وكوبري اكتوبر، وده بسبب ميني باص اتوبيس معطل اعلى الطريق، مما ادى الى توقف حركه المرور على رمسيس اتجاه مدينه نصر، وكمان عززت الاداره العامه للمرور من تواجد الخدمات المروريه على الطرق بناء على تعليمات اللواء عصمه الاشر. اما بالنسبه لنشر الطقس النهارده بسنت، النهارده الجو كما قال الحراره على جنوب الصعيد بارد بالليل، كما تظهر رصحبه منخفضه ومتوسطه شمالا. اما بالنسبه لدرجات الحراره المتوقعه النهارده في مصر، القاهره 15 29، الاسكندريه 13 24، مطروح 12 21، بورسعيد 16 24، دمياط 15 24، شرم الشيخ 21 31. خلينا نروح الفاصل ونرجع. يلا بينا نروح فاصل ونرجع لكم مع فقرات. ورجعنا لكم تاني ومعانا المحاماه، وهي مهنه حره. المهنة دي ليها مكانة في المجتمع، غير ان هي طبعا ليها دور فعال في اظهار الحق والاهتمام بحقوق الانسان، وعلشان كده مهنة المحاماة تعتبر رسالة انسانية سامية، غير انها كمان بتساهم في تنمية المجتمع ودعم العمل الديمقراطي داخل المجتمع. نورنا النهارده في الاستوديو الاستاذ حسام داغر المحامي. صباح الفل. صباح الفل. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ صباح الخير. الحمد لله. صباح الفل يا استاذ حسام. يا حلو صبح. يا حلو صبح. اخبارك ايه؟ كله بخير. تمام تمام الحمد لله. عندنا شويه قضايا كده النهارده عايزين نناقشها في خصوص النقابات المهنيه، بس خلينا نبدا الاول بالمظهر الحضاري الرائع اللي ظهر به الشعب المصري خلال الانتخابات الرئاسيه. لا، احنا هنتكلم على عرس ديمقراطي ما فيش بعد كده، احنا بنتكلم على انتخابات انتخابات مصر. فحديث انتخابات مصر يحتاج مننا كلام كتير قوي. حديث انتخابات مصر، الصوره اللي ظهر بيها الشعب المصري من فهم ووعي، وحتى مظاهر الفرح اللي الناس كتير معظم الناس انتقلت، موضوع مظاهر الفرح اللي كانت موجوده من راس، وكان حديثهم نتيجه الفراغ اللي موجود عندهم مش قادرين يردوا، فابتدوا يدوروا على حاجه ينتقدوا بيها وينكدوا على الناس في المظاهر العرس الديمقراطي اللي كان موجود. اعتقد ان كان دي رساله كانت لازم توجه للعالم بالكامل، ان مصر مش مجرد انتخابات، مصر بتمارس الانتخابات بشكل مختلف عن العالم كله، لان مصر طول عمرها مختلفه. مصر لما مارست حقها في الانتخاب ومارست حقها السياسي مارسته بكل فرح وبكل اريحيه. مصر لما مارست حقها في الانتخاب نزل المسن ونزل المريض ونزل الكبير ونزل الصغير، حتى الاطفال نزلوا فرحانين ورفعوا علم مصر، رأسهم كان تعبير عن فرحه مصر. فده اعتقد ده كان عرس ديمقراطي كبير جدا، واعتقد برضو ده كان من توفيق ربنا، ربنا يعني من علينا بالنجاح الحمد لله، ولينا معانا الرئيس لمده جديده ان شاء الله، وباذن الله كمل المسيره اللي بدأها. طيب استاذ حسام، عايز اعرف كان دور المحامين ايه في الانتخابات؟ لا، احنا نتكلم على دور المحامين من قبل الانتخابات. اكيد يعني طبعا حضرتك في بدايه كلامك قلتي ان هي احد قامات حقوق الانسان، هي نقابه المحامين. هو بالفعل يعني انا يعني من حزني ان نقابه المحامين قد يكون دورها تراجع في مجال حقوق الانسان، على الرغم من الاصل ان نقابه المحامين هي كانت معنيه بحقوق الانسان ومعنيه بالحريات من بدايه نشاتها. اللي ساهم في كده او يؤكد الكلام اللي بقوله ظهور بعض المراكز الحقوقيه اللي موجوده، فبالتالي دور نقابه المحامين اللي هو الدور المعنيه به اللي هي الحفاظ على حقوق الانسان والحريات ابتدى يتراجع الا من خلال لجنه واحده بتعمل في نقابه المحامين وهي لجنه الحريات. لجنه الحريات هي معنيه بكل ما هو خاص بمواطن تعرض لأي قهر أو لأي ظلم، معنية أن هي تدافع عن حقوق المواطنين إذا ما طلب منها ذلك. ولكن برضو لسه ما زال دور نقابة المحامين الريادي ما خدش حقه، وبإذن الله نأمل في الفترة اللي جاية إن شاء الله يرجع دور نقابة المحامين. تمام. قبل ما نروح نتكلم عن الضوابط، بس عايزين ننوه عن حاجة مهمة يا أستاذ حسام. إن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إن النتيجة هتطلع النهاردة الساعة 3 بدل الساعة 6. عرفت الموضوع ده ولا لسه؟ لا والله لسه. طيب، هو اعلنوا امبارح طلع في البيان الرسمي ان الهيئه الوطنيه للانتخابات قدمت النتيجه هتبقى الساعه 3 بدل الساعه 6. هو كان معلومات ان هو كان هيبدا فعلا الساعه 6 هي النتيجه ان شاء الله كده، بقت الساعه 3. فاحنا حابين ننوه بس عشان الساده المشاهدين يعرفوا ان ان شاء الله النتيجه هتبقى الساعه 3 باذن الله. طيب استاذ حسام، عايزين نتكلم اكتر عن الضوابط اللي كانت داخل وخارج اللجان، من حيث الترتيب والتنظيم والرقي اللي ادى ان هو يظهر صوره رقي كده.
برضه دي كانت من الملحوظات اللي بعض الناس المعارضين او الناس اللي بيدوروا على الانتقاد او مظاهر الانتقاد كانوا بيتكلموا ان ضعف الاقبال الانتخابي، ولكن هو ما كانش ضعف الاقبال الانتخابي بقدر ما كان تنظيم انتخابي. يعني عمليه التنظيم اللي احنا اتعلمناها من الفتره اللي فاتت، يعني كان عندنا ثلاث اربع انتخابات من استفتاء دستور 2012، عندنا كان انتخابات رئاسه في 2014، بعد كده عندنا كان استفتاء دستور تاني، فاصبح النهارده احنا خدنا التجربه وقدرنا نتعلم من اخطاء الماضي، فبالتالي ظهور العمليه التنظيميه بشكل الانتخابات منظمه ده ادى الى سهوله وصول الناخب لصندوق الانتخاب، فاظهر الشكل بشكل حضاري وبشكل محترم. طيب حضرتك كنت بتكلمنا تقريبا عن لجنه في نقابه المحامين اسمها حقوق الانسان، لجنه الدفاع والحريات. لجنه الدفاع والحريات، طب ممكن تقول لنا اكتر عنها؟ هو لجنه الدفاع والحريات هي ازاي برضو قادره تخدم سياسيا؟ يعني خلينا نتكلم من الناحيه السياسيه. هو خلينا نقول ان الاصل ان نقابه المحامين، يعني مش عايز اقول ان هي انشئت من اجل غرض سياسي، وهو مكافحه المحتل في الفتره اللي هي انشئت فيها سنه 1912. تمام. ويمكن مرت نقابه المحامين بثلاث مراحل، يعني في مرحلة أولى كانت في أعتقد في 1868، دي كانت أول مرحلة لنشأة نقابة المحامين، ولكن مش بشكل قانوني، كان بشكل مبسط نوعا ما. في 1912 كان الهلباوي باشا، وهو كان وكيل النائب العام في حادث الدنشواي، دعا إلى تأسيس نقابة المحامين، فتأسست في 1912 وكان أول نقيب للمحامين. في 1945 صدر مرسوم من الملك فاروق بإلغاء المحاكم الشرعية وجعل المحاكم نخبة واحدة أو لحمة واحدة، فأعلن أن تاريخ تأسيس نقابة المحامين في 1912 ده رسميا، حتى من فترة قريبة جدا كنا بنحتفل بالمئوية لنقابة المحامين. ظهور لجنة الحريات ولجنة الدفاع، هي الأصل أن نقابة المحامين هي بالكامل هي معنية بالحريات والحقوق، مش مجرد لجنة، ولكن اختزال الدور النقابي لنقابة المحامين في لجنة واحدة، أنا شايف إن دوت برضو يعني نوع من التراجع، ولكن النقابة شافت إن يكون لها لجنة وباقي اللجان لخدمة المحامي من خلال نقابته، فده كان أدعى لتراجع نقابة المحامين عن أداء دورها، وإن هي أوكلت الموضوع بالكامل للجنة. حتى من حوالي شهر تقريبا كان اللي يترأس اللجنة ديت الأستاذ صلاح سليمان، ده كان عضو مجلس النقابة العامة وكان بيترأس لجنة حقوق الحريات، ومعالي النقيب سامح عاشور بعد تصويت في مجلس النقابة وشاف ان دور لجنة الحريات تراجع، فأوكل اللجنة للأستاذ كمال مهنا، وعلى أمل ان يبتدي يطور في لجنة الحريات وان هي تكون معنية بالشأن القومي اكتر من المرحلة اللي احنا فيها. تمام. طب استاذ حسين، بالنسبه للقوانين اللي بتتم طرحها من جهات زي جهه مثلا مجلس الشعب، ايه بيكون دور المحاميين في خلال من خلال او يعني بيبقى ايه رايكم فيها؟ طيب خلينا نقول ان الاصل المعني بالعمل بالقانون هو المحامي. تمام. مع كامل احترامي للسلطه القضائيه، السلطه القضائيه هي سلطه، ولكن المحامي هو مهنه. دايما ليا مقولة وخدتها من أساتذتي، إن قد يكون محامي يعادل قوة تصويتية لمجلس الشعب بالكامل، لأن المجلس الشعبي بيمثل سلطة تشريعية، سلطة تشريعية بتشرع قوانين وبتصدق عليها وبيظهر القانون، مجرد ظهور القانون يأتي دور المحامي، ولو محامي واحد فقط طعن على هذا القانون بعدم الدستورية وقد ينجح، فهنا الكتلة التصويتية لمجلس الشعب أعتقد أن المحامي ممكن يعادل هذه الكتلة. خلينا نقول ان مجلس الشعب، والاول مره في تاريخ مجلس الشعب يكون عندنا اكتر من 101 او 102 على ما اعتقد محامي داخل مجلس الشعب. تمام. في اكتر من 100 محامي داخل مجلس الشعب ده حاليا موجودين. اجتمع معالي النقيب سامح عاشور باساتذتنا وعمل لهم احتفاليه عقب نجاحهم في الانتخابات، وكان كنا نامل التعاون مع نقابه المحامين، كنا نأمل أن نقابة المحامين تعمل برلمان مصغر تناقش فيه القوانين اللي بتطرح على مجلس الشعب. نقابة المحامين هي القاسم المشترك في الدولة في تطبيق القوانين، اللي بيعمل بالقانون هو المحامي أو نقابة المحامين. كنا على أمل أن يبتدي يتم تنسيق ما بين مجلس الشعب باللجنة التشريعية اللي بترأسها المستشار بهاء أبو شقة،
وهو بمناسبه حاليا دلوقتي رئيس حزب الوفد. احنا كنا عايزين نسال حضرتك في الموضوع ده، عايزين ناخد رايك فيه. اتفضل. بنهنيه برئاسه حزب الوفد طبعا، وحزب الوفد من اعرق الاحزاب المصريه. وبعدين انا هوجه من خلال القناه المحترمه بتاعت حضراتكم يعني رداء لمعالي المستشار بهاء ابو شقه ان هو يلتفت نوعا ما لنقابه المحامين، لان فيها قدر كبير من اساتذه المحامين اللي يقدروا يساهموا في الحياه النيابيه في مصر، يقدروا يساهموا في التشريعات اللي بتصدر والقوانين اللي بتصدر، خاصه ان هم جزء من المجتمع والجزء المعني بتنفيذ القوانين. طيب زياده الاشتراكات اللي حصلت لنقابه المحامين ده كان ليها ميزات ولا عيوب؟ ناحيه الانديه والعلاج والاسكان وكل المواضيع دي. لا خلينا نقول ده ملف كبير قوي يعني، ملف وراك حاجه. لا لا هو احنا عايزين نسمع حضرتك. ملف كبير وشائك، واللي بيقرب منه بالكهرب، اللي بيقرب منه بالكهرب. خلاص كده. يعني ولكن خلينا نقول يعني في عجاله ممكن نبسط المواضيع. تمام. اولا ان النقابه لازم الناس تبقى فاهمه، او الاساتذه المحامين وزمايلي كتير جدا من الاساتذه المحامين مش فاهمين يعني ايه دور النقابه. هي دور النقابه ان هي بتحمي الاعضاء، وهي من خلالها انا بحصل على الرخصه بتاعتي اللي بمارس بيها مهنتي، باعتبار ان انا مهنه حره. مهنه حره يعني انا امتلك قرار نفسي، ولكن رخصتي باخدها من نقابه المحامين. فعشان احصل على الرخصه ديت لازم يكون ليا شروط. الشروط دي بقدم بيها لنقابه المحامين. النقابه وضعت رسم اشتراك حوالي 3000 جنيه او 3500 جنيه، ده اشتراك اللي هو لاول مره. بعد كده الرسوم حسب درجه القيد من الجزئي الابتدائي الاستئناف، وده بنحدده نقابه المحامين بحد ادنى 150 والنقد حوالي 450 جنيه. خلينا نقول ان بالنسبه للعلاج، ان نقابه المحامين بتغطي تغطيه علاجيه، هي اعلى نقابه تغطيه علاجيه موجوده على مستوى مصر. ما فيش نقابه زيها بتغطي تغطيه علاجيه للمحامي ولزوجته واولاده والاب والام. ما فيش نقابه النهارده بتدي تغطيه علاجيه للاب والام، ما حصلتش. مظبوط. اتجاه معالي النقيب سامع عاشور، وده اللي عامل حاليا نقول شبه سخط او شبه ثوره داخل جدران نقابه المحامين. والمحاكم كانت متداوله الموضوع ده بشكل كبير الفتره اللي فاتت، خاصة في صدور قرارات معالي النقيب بعملية التنقية. أنا شايف إن عملية التنقية اللي بيقوم بها معالي النقيب سامع عاشور هي جزء من الدولة. جزء من الدولة وجزء من سياسة الدولة. يعني لو قلنا إن الرئيس السيسي النهارده واخد اتجاه التنقية من الفساد، فمعالي النقيب بياخد اتجاه التنقية من تنقية الجدول من غير المشتغلين. وأعتقد ده حقنا إن احنا النهارده نكون نقابة المحامين للمشتغل وليس لغير المشتغل. ما بقاش أنا حاصل على كارنيه، معايا كارنيه من نقابة المحامين وليا مهنة تانية بشتغل في مهنة تانية. لا أعتقد ده هيكون في جور وظلم علينا يعني. فصدرت قرارات من معالي النقيب سامع عاشور طعن عليها بعض المحامين، وهم بالمناسبة ليهم مقارب أخرى. يعني أعتقد في محامي مشتغل يرفض قرار زي كده للنقيب سامع عاشور الا اذا كان ليه مقرب اخر. واعتقد برضه ما زالت يد الاخوان بتعبث في داخل النقابه، ولكن النقيب سامع عاشور هو لهم بالمرصاد في هذه الجزئيه تحديدا. ولما صدرت الاحكام اتنفذت الاحكام وفق صحيح القانون، عشان ما حدش يقول نقابه المحامين بتكسر الاحكام، نقابه المحامين بتنفذ الاحكام. لا، نقابه المحامين نفذت الحكم وفق صحيح القانون ووفق منطوقه. نزلت القوة الجبرية، نزل المحضرين، وتم التنبيه بالتنفيذ على نقابة المحامين، والفعل تم التنبيه، فبالتالي تم التنفيذ بتاع الـ 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 الأحكام ديت. فما حدش يزايد بقى على حتة إن النقابة متعنتة في تنفيذ الأحكام. بالنسبة للأندية، جميع أندية المحامين بلا اشتراكات لكل المحامين، فهي خدمة عامة لكل محامي مصر. طب هنا وارد دي أحسن لو النقابة هي اللي وظفتها، ولا يجيبوا شركة خاصة هي اللي توظف؟ والله حضرتك انا 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 في نفس الاتجاه بتاع حضرتك بقى في جزئيه الموارد. انا شايف ان التخصص مهم جدا. انا كنقابه، هو نقابه معنيه بشؤون الاعضاء، وليس يعني لما اجيب جزء اعمل جزء استثماري موجود عندي عشان انامي بيه موارد النقابه، فبالتالي الجا لشركات متخصصه لاداره واستثمار اموال النقابه. ايه هي اموال النقابه اللي موجوده عندي؟ في عندي اصول وعندي اموال. لو اموال اقدر اخش بيها في مشروعات تنمي نقابة المحامين وتدخل مورد لنقابة المحامين أفضل من هي تكون مجرد ودائع بحصل منها على فائدة موجودة في البنوك. لا، النهاردة الطريق اللي جاي للاستثمار، وما فيش حاجة عندي النهاردة تعبني كنقابة إن أنا أستثمر أموال الأعضاء فيما يكون لصالح الأعضاء. خلينا نقول إن على سبيل المثال الأندية والقرى السياحية اللي موجودة عندنا، إحنا عندنا قرية سياحية موجودة في الغردقة، عندنا أندية على مستوى 27 محافظة محافظات مصر. الأندية ديت لو تم التعاقد مع شركة متخصصة لإدارة الأندية ديت بالشكل الأمثل وفق شروط بتحطها نقابة المحامين، بما يضمن حاجتين: حسن إدارة المنشأة لصالح المحامي،
وحسن الاسعار الخاصه بالمحامي، اللي هو المحامي لما يخش النهارده يلاقي الاسعار مناسبه ليه. طب بيبقى في شركات كمان 5 ستارز بيبقوا عايزين ياخدوا النادي يخلوا شكله ومظهره كويس وشكله لائق. انا متفق مع حضرتك، والموضوع دوت مطروح برضه على معالي الناقصه مع عاشور، واعتقد هياخد فيه قرار خاصه في توجه الدوله بالاستثمارات، فاعتقد ده جزء من الاستثمارات اللي ممكن يلجا ليها النقيب سامح عاشور، ان هو يلجا لشركه متخصصه لاداره المنشاه، وده لصالح المحامين طبعا. طيب خلينا نبعد بقى عن الموضوع اللي بيكهرب ده. طب احنا عايزين نعرف اكتر ايه دور المحاميين في ان هم يعملوا توعيه سياسيه للشعب المصري، خصوصا من الفتره اللي فاتت يا استاذ حسام لقينا فعلا كتير من المشككين ولقينا اشاعات كتير ظهرت، فايه ممكن المحامي يقوم بدور يعني عمل توعوي سياسي للمواطن المصري؟ والله الاول انا شايف ان في فقدان ثقه بين المجتمع وبين المحامي، انا صريح. تمام. يعني خلينا نتكلم بصراحه وما نحطش راسنا في الرمله. طب ليه؟ هقول لحضرتك. اديني الاسباب اللي حضرتك كمحامي عارف ان الناس ممكن تكون بتشك فيكم بسببها او ما فيش ثقه فيكم بسببها. تمام. خلينا نقول فقدان الثقه اللي بين المحامي وبين المجتمع بتاعه ده نتيجة نقول مش عايز اقول الحالة الاقتصادية اللي موجودة، لجوء بعض المحامين، هي كل مهنة فيها الحلو والوحش طبعا اكيد، يعني في الدكتور اللي بيبيع اعضاء، في المهندس اللي بيغش في الاساسات، في المحامي اللي ممكن يلجأ لطرق ملتوية. ولكن الاصل ان النهاردة المفروض المحامي هو جزء من المجتمع وهو قريب من المجتمع، فالعبء هو على المحامي ان يرجع الثقة بينه وبين المجتمع. طيب ده نتيجة ايه؟ انا شايف برضو ان من خلال البرنامج بتاع حضراتكم حته الميديا الاعلاميه متجاهله الجزئيه دي تحديدا، الا لكن انا فوجئت ان حضراتكم بتفتحوا الملف دوت، والملف ده في منتهى الخطوره، ان ازاي يكون المحامي ليه دور ومساهم في المجتمع ويرجع ثقته بينه وبين المجتمع، بينه وبين العميل بتاعه. المفروض المحامي ده اكتر حد، يعني من وجهه نظري انا اكتر حد اناصح فيه. والله يعني الموكل بيجي خايف من المحامي، والمحامي بكل اسف برضه بيقابله بنفس رد الفعل، خايف من الموكل، يعني ده كان ده هياخد اتعابه، فده خايف زي الدكتور بالظبط، اسراره كلها معاك، فاصبح هو بيتعامل معاه بحرص شديد. يعني في حاله وصل مفقوده. في حاله وصل مفقوده. طب ازاي نقدر نرجعها تاني يا استاذ؟ هقول لحضرتك، لما يكون في عندي اكتر من 600 الف محامي داخل نقابه المحامين، ومنهم ما حوالي مثلا 120 130 150 الف محامي مشتغل والباقي غير مشتغل. تمام. من هنا هي دي الثقه اللي هترجع، لما هبتدي اخلص موضوع تنقيه الجدول من غير المشتغلين، لان النهارده انا اسف انا ممكن اقابل سواق ميكروباص معاه كارنيه نقابه المحامين بيقف في لجنه، الامين الشرطه بيوقفه، ايه انا معايا كارنيه نقابه المحامين. بالصادف وحصل كتير مع زمايلنا، بيكون موجود في كافيه او موجود في مكان او مطعم، بيفاجئ باللي بيقدم له الطلبات دوت، بيقول له انا محامي زميلك ومعايا كارنيه نقابه المحامين. طب مش ممكن يكون ما خدش فرصه تراجع من هنا؟ اتفضل. ممكن ما يكونش خد فرصه ان هو يشتغل محامي، فما فيش فرصه اتعمل قدامه، فهو مضطر ان هو يشتغل. والله حضرتك يعني انا هقتبس كلمه النقيب سامح عاشور، انا مش شؤون اجتماعيه. تمام. يعني انا مش شؤون اجتماعي، انا مش معني ان انا اشغلك، لكن انا معني ان انا احمي المحامي المشتغل. تمام. يعني نقابة المحامين بتحمي المحامي المشتغل فعليا، بتحميه أثناء عمله وبسبب عمله وأثناء تأدية عمله، وبتحميه في كل مراحل. قصدك الموضوع لم بالظبط، أي حد ممكن بالزبط. يطلع لك كارنيه ويقوم قايل لك أنا بقيت، هو فعلا الموضوع لم، فكان يجب في الفترة دي، هو يعني فترة جايت متأخرة شوية، ولكن بدأت وما فيش تراجع عنها، التنقية ولا بديل عن التنقية. حضرتك شايف مين هترجع الثقة؟ حضرتك شايف كل طالب حقوق معاه كارنيه نقابة، مش كل محامي معاه كارنيه نقابة. لا هو حضرتك في حاجه، ما هو طالب الحقوق اللي خارج من لسانس الحقوق مش بتقول، يعني النهارده بنسمع كلمه واحد معاه لسانس حقوق بيقول انا محامي، لا حضرتك لسانس الحقوق دوت يجوز انه يشتغل في اي، يشتغل في القضاء، يشتغل في النيابه، يشتغل في مجلس الدوله، يشتغل في النيابه الاداريه. تمام. ويشتغل في نقابه المحامين، يقيد في نقابه المحامين، يشتغل في التدريس، يشتغل في اي مجال تاني باعتبار انه معاه مؤهل عالي. تمام. ولكن مش بالضروره طالب الحقوق يبقى في نقابه المحامين. انا بس اوضح الحته اللي انا بقول لحضرتك دي، انا قصدي ان حضرتك دلوقتي كل واحد تخرج معاه لسانس الحقوق اوريدي، حضرتك بتطالب ان هو ما يبقوش معاه كارنيه نقابه، لا انت عايز تطالب ان هو يبقى اشتغل في المحاماه عشان خاطر يحصل على كارنيه نقابه. هو حضرتك لا، هو طالب الحقوق بيقدم، اللي عايز يقدم في نقابه المحامين جاي عايز يشتغل في نقابه المحامين، جاي يشتغل محامي. تمام. يعني ما دام قدمت ورقك انت جاي عايز تشتغل محامي. تمام. فبالتالي عندك مقومات المحامي. تمام. يعني انت عندك مقومات اللي تشغلك محامي. ما تجيش تقول انا داخل نقابه المحامين عشان مش لاقي وظيفه فخدت كارنيه المحاماه. ده يعمل لي البرستيج بتاعي، يعمل البرستيج بتاعي، وبعد كده ابتدي اشتغل في اي مجال تاني، مش مشكله. ده اللي انا كنت عايز اقوله، هو ده اللي عمل الفجوه بيننا وبين المجتمع. طب نقطه كمان بقى، اتفضلي. سيبك بقى من الورق وسيبك من الاسئله دي، سؤال بقى شخصي. اتفضلي. لما بقعد مع ناس ساعات وبنيجي نتكلم في قصه المحاميين دول، اي حاجه ببقى ساعات انت بس عايز تخلص ورق
بسرعه، عايز تنجز في حاجه، يقوم قايل لك دوري على محامي شمال. تمام. تعريفك كمحامي مستشار الناس دي ممكن نعمل معاها ايه؟ اللي هم بوظوا الدنيا بقى، خلوا المهنه يعني ما بقاش فيها فعلا ثقه، يعني بقى فيه اللي هو طب افرض الموكل الثاني او اللي هو مش عارفه بيبقى اسمها ايه، الخصم لجأ لمحامي شمال، انا ساعتها ممكن اتصرف ازاي؟ بما انه طبعا هو في كل مجال فيه شمال وفيه تمام، بس بالذات المحاميين ما ينفعش يبقى فيه الكلمه دي، ايه الحل بقى؟ مش هنقول شمال برضو بمعنى صح؟ انا بقول لك بالبلد. بص بص يا استاذ، هو قال لك مش عايزين نحط راسنا في ال بص بيتخذ طرق غير شرعيه شمال. خليها كده استاذ احمد، انا موافق، انا موافق على المصطلح، لان ده مصطلح موجود دارج. احنا مش عايزين، احنا مش عايزين نخبي قلنا راسنا في الرمله فعلا. فكره المحامي ايه العقاب اللي ممكن يتاخد معاهم على اساس انه ده يبقى في حده عندي بقى من الموضوع؟ انا عندي، انا عندي نقابه المحامين فيها مجالس تاديب تمام، وفي عندي لجنه للتاديب داخل نقابه المحامين، وفي عندي مجالس تاديب داخل نقابه المحامين تمام. النهارده انا كموكل او كخصم تعرضت لاي اذى مرتبط من محامي بيشتغل بسلوك غير سلوك نقابة المحامين او غير قانون نقابة المحامين، قانون نقابة قانون المحاماة، فاعتقد هنا في عندي الجزاء الرادع لجزائين، جزاء تأديبي داخل نقابة المحامين وجزاء جنائي مع النيابة العامة. فبالتالي اي واحد النهارده يعني مشكلة برضو في المجتمع، لازم احنا ناخد موقف لما نلاقي اي حد أنا في اي مجال بيعمل اي حاجة خطأ او ان هو بيلجأ لاي طرق غير مشروعة يروح دي ثقافة يعني مجتمع. بالظبط دي ثقافة مجتمع. بس الشيء بالشيء اذكر بمناسبة التأديب، لو اسمحوا لي بس هشت عن الحديث شوية. احنا قلنا ان نقابة المحامين هي معنية بالاعضاء، وفي كلمة المسؤول، يعني تفسير كلمة المسؤول، الناس فاكرة المسؤول ده يعني راجل صاحب سلطة. المسؤول بيستلزم بالضرورة سائل، فبالتالي انت مسؤول، يعني انا من حقي ان انا اسألك في اي شيء طالما انا جبتك في المكان ده بطريق انتخابي صحيح. مظبوط. لما اجيب النهاردة مجلس نقابة محامين وانتخبه وابتدي اشوف مجلس احد مجالس النقابات بيحيد عن الطريق اللي انا انتخبتك عشانه، وابتدي اواجهك باخطائك، وابتدي اواجهك واقول لك انت عندك في نقاط ضعف موجوده عندك، وابتدي اقول لك ان انت عندك اسقاطات، وطبعا الفيسبوك والميديا النهارده يعني ما خلتش النهارده بصراحه يعني بقت حاجه يمكن عايزه برضو ايه قصه كبيره هنتكلم فيها في الفيسبوك يعني. ويجي زميل محامي او زميله محاميه بتطرح وجهه نظر ان مجلس النقابه فرعيه مثلا اخطا في واحد واثنين وثلاثه واربعه، وان المفروض يعرض عليا الميزانيه في بشفافيه، وافهم الميزانيه راحت فين، وافهم اوجه الصرف بتاعتي. هل ده حق مشروع ولا مش حق مشروع؟ اعتقد ده يعني لما اقول نقابه المحامين يعني اللي هي قلعه الحريات، وتيجي تكتم الحريات او تكبت الحريات بتاعت المحامي نفسه اللي هو عضو داخل النقابه، واللي انا جبتك بصوتي موجود هنا ومن حق ان انا اسالك، تبتدي تتاسد علي وتستاسد علي وتحلني للتاديب. لا ده موضوع بقى محتاج وقفه. هي للاسف ده موجود في كذا نقابه الفتره اللي فاتت، كان في مشاكل كتير قوي في النقابات المهنيه كلها يعني فيها نفس النقطه، انه انا يعني انا كنت عايزاك انت اللي تبقى نائب عننا او انت اللي تتكلم بصوتنا وبعدين انت بتيجي عليا انا. ما هي دي الكارثه بقى حضرتك، لما اكون النهارده نقابه المحامين ومحامي بيقول راي وتبتدي تحلوا للتاديب عشان قال رايه. مظبوط. لا انا اسف ده انا يعني حتى لو اخطا المحامي انا اجيبه واحتويه واقعد معاه جلسه ابويه، جلسه اخويه، جلسه زماله، واقول له ايه صح وما يصحش، وموضوع السوشيال ميديا دوت مش بتاعنا وعندنا مشاكل بنحلها داخل البيت واحنا اسره واحده، لكن عشان الجا مباشره للتاديب واوقفوا عن العمل، لا اعتقد دوت بيصير كتير من المشاكل بين النقابه بين اعضائها. ختاما عشان الوقت جري بسرعه معلش، ختاما انا عايز اعرف ايه دور المهن النقابات المهنيه في مساعده الدوله ورفع الاعباء من على الدوله؟ الاعباء السياسيه والاعباء الاقتصاديه؟ الاثنين. الاثنين. خلينا نقول ان برضه هرجع على نقابه المحامين باعتبار ان انا بتكلم عن وضع نقابه المحامين. نقابه المحامين انا اعتقد بما لها من باع في العمل السياسي والعمل الحريات تقدر تخدم الدوله بنشر عمليه التوعيه السياسيه مع المواطن من خلال قواعد لوجستيه تبتدي تتعمل في المحافظات من خلال النقابات الفرعيه، والنقابات الفرعيه من تحتها حاجه اصغر منها اسمها اللجان النقابيه، يعني قاعده العمل النقابي اللجان النقابيه تمثل شيخات، والنقابات الفرعيه تمثل محافظات، والنقابه العامه بتمثل جميع عموم مصر، اللي بيها ابتدي انشر التوعيه السياسيه وحقك كمواطن تعرف حقوقك وتعرف التزاماتك من خلال نقابه المحامين، دي حاجه مهمه جدا. اما موضوع المساهمه بقى، يعني انا كنقابه محامين اساهم في الناحيه السياسيه او في الناحيه الانتخابيه في ناحيه التوعيه.
خلينا في الاطباء يقدروا يعملوا قوافل طبيه، واعتقد ده بيحصل كتير. الصيدله بيعملوا القوافل الطبيه، المهندسين يقدروا يساهموا في المشروعات، نقابه الزراعين تساهم في مجال زراعه الاراضي، فبالتالي انا اقدر اوجه النقابات لخدمه المجتمع. خلينا نعمل زي المانيا لما رفعت شعار اعمل ولا تنتظر اجر، دي مصر لازم نبنيها ان شاء الله. دي احسن كلمه بجد بالظبط، يعني هي دي تماما كده صح كده. اشكرك، تسلم يا رب، وان شاء الله لازم من الحديث بقيه المواضيع الشائكه اللي كنا عايزين نتكلم فيها كتير. متشكر جدا على الاستضافه، نورتنا يا استاذ حسام. اشكرك يا فندم، اشكرك يا فندم. خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني.